زياره رونالدينيو ايه اللي حصل بينك وبينه؟ كنت يعني كنت شايفها ازاي؟ لا اولا هو طبعا كان مرتب لها انه يحضر، كان في مباراه لينا مع النادي الاهلي، ويحضر اليوم اللي قبل مباراه النادي الاهلي وتعمل له احتفاليه، دي يمكن حصلت، وتاني يوم المباراه يحضر مباراه النادي الاهلي مع ايستر كامباني في المقصوره. طبعا جاي لعب النادي الاهلي في النهائي وتم تاجيل المباراه، فطبعا مفيش مباراه. النادي الاهلي طبعا مباراه جماهيريه، فبالتالي هو نجم كبير زي رونالدينو موجود في مباراه زي دي بيدي شكل كويس. انما يحسب لشركه ايستر كامباني والنادي ان يقدروا يجيبوا ويستضيفوا نجم عالمي زي ده. فدعيت للحفله اللي هي اول يوم زياره لي، كانت في منطقه الاهرامات احد الفنادق، وسلمنا عليه وحضر وتم الترحيب بيه، وكان حاجه شيك جدا. تاني يوم موجود في تدريبات تقريبا، كان موجود، فوجئت ان هو او كان على حد علمي قالوا ان هو هيحضر تدريب الفريق، ودخل طبعا مع الاستاذ هاني امان وولاده المنتدب للشركه والاستاذ المهندس نصر ابو حزيز والباقي، ورحبنا بيه. كان وقتها في تدريب للفريق وكنا داخلين على مباراه مهمه، انا الراجل ده اللي جاي هعطلنا بقى تمام. فروحنا سلمنا، وقفت التدريب كان لسه في بدايه الاحماء، سلمت عليه، وطبعا كان حصل تعرف قبلها بيوم وحصل تعرف اخر وتم التقاط الصور، ولم يحدث اي حديث غير ان بالتوفيق وهكذا يعني. كان طبعا معاه مترجم يعني، دخل سلم على اللاعبين. اعتقد كانت لقطه ظريفه. طب هو حضر التدريب وشاف التدريب ولا حضر بعده؟ اتكلم حاجه او قال اي حاجه على التدريب؟ لا لا لا، هو حضر كمان الكابتن محمد زيدان برضه، ونزل سلم علينا وسلم على اللاعبين، وحضر جزء من التدريب في المقصوره فوق، وبعد كده بقى راح كمل الزيارة بتاعته. طبعا التقاط بعض الصور التذكارية معاه كنجم كبير. اعتقد كانت زيارة جميلة وتحسب لنادي ايستر كامباني، ويعني طبيعي جدا ان يحصل لقاء مع نجم زي ده ويحصل صور تذكارية، اعتقد ده شيء كويس يعني. كان بالنسبة لك في وقت ما كان بيلعب في برشلونة كان هو أفضل لاعب في العالم ولا كان بالنسبة لك إيه؟ لا طبعا من اللاعبين المميزين جدا، لاعب يعني شبه خارق يعني، لاعب مهارات عالية جدا، ويمكن ولعب في أكبر أندية ومنتخب البرازيل. يعني على المستوى الشخصي أنت كنت بتحسه اللي هو أفضل لاعب في العالم؟ لا كان في وقتها أكتر من حد، بس هو من المميزين يعني، هو من المميزين اعتقد. كانش بالنسبه لك رقم واحد؟ لا ما كانش رقم واحد، في ناس مميزه اكتر، لاني خلي بالك هو في لعيبه جماليه يعني شكلها الجمالي اكتر منه الافاده. فهو برضو من اللعيبه اللي هي كان عندها اللمسه الجماليه اكتر من الافاده. لعيب له اهداف اسطوريه، له لمسات سحريه، من افضل اللاعبين المهاريين اللي جم على مستوى العالم.